مساء الخير، احنا في مسلسل كلبش، واستاذ امير حابب يقدم حاجه مهمه جدا. معانا النهارده حد عبقري جدا، معانا فين طبعا هو نجم جامد جدا وممثل فظيع، ويعني احلى حاجه في العالم ومن احلى الناس اللي اشتغلت معاهم في حياتي، بس ما كنتش متوقع ان هو بيلعب مزيكا حلو كده وبيفهم مزيكا وصوته حلو. تعالوا نشوف. بوس ايد ابوك هتلاقي كل الناس حبوك، نور عين ابوك هتلاقي كل الناس حبوك، قول لابوك هتلاقي كل الناس حبوك، هتلاقي كل الناس حبوك. يلا بوس ايد ابوك هتلاقي كل الناس حبوك، يا بيتك قول لابوك هتلاقي كل الناس حبوك، نور عين ابوك لا 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 ايوه لا 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 لا. لو عايز تبقى فارس بيلك ده ياما في ايديه كان بيشيلك، سلام لو قلبه بقى دعيله نوس ايد ابوك. لو عايز تبقى فارس بيلك ده ياما في ايديه كان بيشيلك، يا سلام لو قلبه بقى دعيله بوس ايد ابوك. ايوه كده يا تعسلم ما ترفع عليك ولا تتكلم، لو حتى جيرانك يوم عشبوك بوس ايد ابوك بور ايد ابوك هتلاقي كل الناس حبوك. الله يا ريس.